هو الامتحان هيكون اختياري ولا مقالي، تابلت ولا ورقي؟ الوزير كل يوم بقرار واحنا مش عارفين نذاكر ازاي. تعالوا كده نفتكر احنا كنا بنقول ايه طول السنة ومن اول السنة خالص، بس ما تفهمنيش غلط، كنا دايما بنقول ذاكر المنهج افهمه كويس ومالكش دعوة الامتحان هيجي اختياري ولا مقالي ولا بتنجاني. كنا بنركز على كلمة بتنجاني دي، قلت لك ممكن نخترع نوع اسئله جديد فمش هيفرق معاك في حاجه، لانك لو فاهم المنهج بتاعك ومذاكره كويس هتكون مستعد لاي امتحان وتقدر تقفل الامتحان سواء جالك اختياري او مقالي. طيب هل ينفع اذاكر وانا اصلا مش عارف شكل الامتحان هيجي ازاي؟ قلنا احنا طول السنه المفترض ان احنا بنذاكر، بس قبل الامتحان بفتره نعرف الامتحان هيجي ازاي عشان نتاهل للامتحان. ده الطبيعي اللي احنا بنعمله طول السنه، طول السنه بنذاكر وبنحل نذاكر ونحل نذاكر ونحل وجميع انواع اشكال الاسئله، اختياري ومقالي ومسائل عاديه. دايما نلاقي الطالب يقول يا مستر لا انا عايز اختياري بس، اصل النظام الجديد اختياري، وكنا نقول لا ما ينفعش، بس هو الطالب دايما بيبقى حاطط في دماغه كده لا الامتحان اختياري يبقى امتحن او اذاكر اختياري. الفكره كلها مش ان انا بذاكر ازاي، انت بتذاكر طول السنه المنهج بتاعك واحد من السنه دي والسنه اللي قبلها واللي فاتت واللي قبلها، والنظام القديم اللي هو البوكلت والنظام اللي اقدم منه اللي هو قبل كده خالص اللي هو كله كان عادي كده ايام زمان. ده كل الانظمه دي هو نفس المنهج، نفس الاسئله اللي بيجي لك في الامتحان، نفس المستوى اللي بيجي لك في الامتحان، كل المشكلة في الشكل، والشكل ده انت بتتدرب عليه في الاخر من خلال امتحان تجريبي ومن خلال ان الوزير قبلها بفترة بيعرفك الامتحان هيجي ازاي. اما بقى فكرة هو الامتحان تابلت ولا ورقي، دي مش بتفرق في اي حاجة في المنهج، لا بتحتاج منك تأهيل ولا بتحتاج منك اي حاجة. هو لو الامتحان تابلت هيكونوا مدربينكم في المدرسة هتمتحنوا ازاي تابلت، طب ما تدربوناش يبقى مش هنمتحن تابلت. فموضوع التابلت والورقي ده ما فيش فيه اي مشكلة خالص. المشكلة ممكن تحصل في الاختياري وفي المقالي، لان المقال يحتاج انك تكون حافظ بعض الحاجات اللي انت تقدر تكتبها، انما الاختياري مش محتاج منك خطوات او انك تكتب كلام نظري، فالكلام ده كله بيبقى فيه شويه مشاكل للطالب اللي مش بيعرف يحفظ. بس زي ما اتفقنا المنهج عشان تفهمه كامل على بعضه كده فانت محتاج ايه؟ تذاكره تفهمه، والحاجات اللي محتاجه حفظها لازم تكون حافظها سواء تتسال فيها او لا. وده دايما اللي احنا كنا بنقعد نقوله في طول السنه والطالب يقول لنا اصل انتوا شغالين بالنظام القديم، لا نظام قديم او نظام جديد انت لازم تفهم منهج كنظري وكمسائل في اي ماده طبعا، والامتحان مستواه مش هيفرق في حاجه. طيب انت جاي تقول لنا الكلام ده ليه دلوقتي؟ عشان اقول لك ان انت لسه قدامك فرصه سواء كنت مستعد للاختياري او لا، وغالبا 99% اي حد فيكم متضايق بسبب كلام الوزير هيكون ما كانش مذاكر اصلا لا اختياري ولا مقالي، واصلا ما كانش مذاكر فما صدق كده لقينا فرصه الوزير غير نظام الامتحان فخلاص يلا نعمل ضجه عشان ايه؟ لو سقط يبقى الدنيا مفيش فيها اي مشكلة. طيب لو انت ما كنتش مذاكر المفترض هتذاكر من اول وجديد سواء كان امتحان اختياري او مقالي. طب لو انت كنت مذاكر عادي الدنيا زي الفل خالص، هتفضل مذاكر زي ما انت وبتراجع وبتحل امتحانات اختياري ومسائل عادي جدا زي ما انت اصلا ماشي طول السنة، لا يفرق معاك بقى الامتحان نظامه طير ولا ما طيرش. بس كده دول الكلمتين اللي كنت عايز اقولهم عشان الطالب اللي هيتوتر بسبب كلام الناس وكلام زمايله اللي مش مذاكرين ويأثروا عليه، لا انت مذاكر منهجك كويس مفيش فيها اي مشكلة، سألك اختياري او سألك مقالي المفروض انت فاهم منهجك وتعرف تجاوب عليه. اللي مذاكر مذاكر ويعرف يحل، واللي مذاكرش ومش هيذاكر مش هيعرف يحل برضه. فاحنا لسه قدامنا شهر واكتر، شهر وكام يوم كده نقدر فيهم نذاكر المنهج تاني ونراجعه ونتدرب على الاختياري ونتدرب على المقالي ونتدرب على كل حاجة. فيلا بينا نبطل كلام ونذاكر ونبدأ نذاكر كويس ونفهم صح عشان لو جالنا الامتحان اي نظام نقدر نحله. فيلا بينا كل واحد يقوم يذاكر. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.